لقطة ونقطة. عملية دهس قام بها مواطن بريطاني بشاحنة ضد مسلمين في لندن، كيفتها الشرطة البريطانية والإعلام الغربي على أنها حادث كبير. في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد 24 ساعة، مواطنة أمريكية مسلمة تتعرض لاعتداء من طرف مواطن أمريكي. الشرطة الفيدرالية كيفت الفعل على أنه جريمة كراهية. بين بريطانيا وأمريكا جرائم تشتبه في الوقائع والبشاعة مع ما عرفته العواصم والمدن الغربية من هجمات إرهابية خلال السنوات الأخيرة، لكن الاسم المعطى لهذه الجرائم وتكييفها الإعلامي يختلف باختلاف ديانة الجاني والضحايا. لنفترض أن السيناريو جاء مخالفا بقلب الأدوار وكان المسلم هو الجاني، فسوف تسارع المنابر الإعلامية بجعل العمل مرادفا للإرهاب. هذا هو الواقع، واقع ليس بالجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. وفقا لبعض الإحصائيات المنتشرة عبر الإنترنت، فإن من أكثر العصابات ترويجا للمخدرات وقتلا للمخالف هي عصابة إسكوبار وهو كولومبي مسيحي، وعصابة كارلوس ليدر جيرمان وهو أيضا مسيحي. من أكثر الدول التي تنتشر فيها الدعارة هي دولة تايلاند وهي دولة وثنية، والدنمارك وإيطاليا وهما دولتان مسيحيتان. من أكثر الدول التي يكثر فيها إدمان الكحول بيلاروسيا وروسيا وكلاهما دولتان مسيحيتان. من أكثر الدول التي ينتشر فيها السرقة ويضعف فيها وازع الأمن هي دولة الدنمارك ودولة استراليا وهما دولتان مسيحيتان. من أكثر الدول التي يكثر فيها القتل هي دولة هندوراس ودولة زيمبابوي وهما دولتان مسيحيتان. الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية قامت ولم يعلم بها المسلمون ولم يكن لهم دور في قيامها. هناك أكثر من 150 مليون من الهنود الحمر ممن قتلوا في بلادهم بدون علم المسلمين ولم يعرفوا عن أمرهم شيئا. القنابل الذرية التي سقطت على نيزاكي وهيروشيما ليس للمسلمين أي علاقة بها. هناك 180 مليون إفريقي استعبدوا في بلادهم وهجر كثير منهم إلى أوروبا، وهناك 80% من هؤلاء الأفارقة ممن ماتوا ورموا في المحيطات ولم يكن للمسلمين أي علاقة بها. ومع ذلك كل هؤلاء بدياناتهم وأعراقهم المختلفة لا يجرؤ أحد منهم ولا من وسائل إعلامهم أن يصفهم بالإرهاب، في حين أن المسلمين المستضعفين في كثير من البلاد يوصفون بالإرهاب. أنا لا أنكر أن هناك تصرفات من بعض المسلمين تنم عن تنطع وجهل بتعاليم الإسلام السمحة لا يمكن أبدا أن يعم بها حكم الإسلام، ومع ذلك لا يوصفونهم فقط بالإرهاب وإنما يوصف المسلمون جميعا ودينهم بالإرهاب. حالات القتل التي نراها في أوروبا، القتل للطلبة والسائحين والمقيمين من الأقليات الإسلامية في أمريكا وأوروبا، كل هؤلاء يقتلون بجرائر غيرهم من تصرفات جهلة بعض المسلمين أو من حقد بعض أولئك على بعض المسلمين. اليوم مثلا، اليوم وأنا أحدثكم اليوم، نجد أن وسائل الإعلام ركزت كاميراتها على كابل التي تراها أنها منبع الإرهاب، في حين في نفس اليوم الذي أكلمكم فيه الآن هناك قنابل تسقطها روسيا النصرانية على درعا وعلى نواحي من سوريا ولا يوصف هؤلاء بالإرهاب، في حين أن أولئك يوصفون بالإرهاب. هناك الكثير من المسلمين المشردين المقتولين على من أجل هويتهم الإسلامية في نواحي مختلفة من أنحاء العالم لا يوصفون إلا بالإرهاب مع أنهم مغلوب على أمرهم. الأمر يا سادة أن النظام العالمي لا يحترم إلا القوي، العالم لا يحترم إلا القوي. لما رضي بعضنا بالهزيمة النفسية وأن يكون تبعا للغرب في كل معطياته وصرنا نستورد منهم حتى ملابسنا التي نلبسها ولا يمكن لنا أن نقطع رأيا دونهم، صار الأمر كما ذكرنا.
ابن خلدون رحمه الله تعالى يعلق على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تتبعن سننا، أي طرق من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: لأن المغلوب يحاكي لغة الغارب، المغلوب مجبول على محاكاة وتقليد لغة الغارب، ولا يمكن أبدا أن نرجع إلى سابق عهدنا حتى نرجع إلى تعاليم ديننا. قال عمر رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، وإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. لقطة ونقطة.